بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للإمام العلامة الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به: قد انتظمت هذه الآية ضروبا، أنواعا يعني، ضروبا من الدلالات على توحيد الله تعالى، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وفيها أمر لنا بالاستدلال بها، وهو قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. يعني والله تعالى أعلم أنه نصبها، يعني جعل هذه، نصب هذه الآية دليلا ليستدل بها، ليستدل بها ويتوصل بها إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ونفي الأشباه عنه والأمثال. يعني الله عز وجل من خلال هذه الآية وأمثالها من الآيات يأمرنا أن نحرك عقولنا وأن ننظر في السماوات والأرض لنستدل بهذه الآيات على وجود الصانع وصفاته وكمالاته. يعني والله تعالى أعلم، يقول الشيخ، أنه نصبها ليستدل بها ويتوصل بها إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ونفي الأشباه عنه والأمثال. وفيه إبطال لقول من زعم أنه إنما يعرف الله تعالى بالخبر، وأنه لا حظ للعقول في الوصول إلى معرفة الله تعالى. وهذا تعلمون أحبابنا، هذا فيه مذهبان: مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. هل الإيمان واجب شرعا أم عقلا؟ الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي ذهبت إليه الأشاعرة أن الإيمان واجب شرعا، المعرفة، معرفة الله واجبة شرعا، بمعنى أنه لو لم يرسل الله عز وجل نبيا لما وجب على الناس الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبنوا على ذلك أن أهل الفترة ناجون، لأنه لا يجب عليهم إيمان ولا يمنع منه عنهم كفر، وبالتالي فهم ناجون لأنهم غير مكلفين بالإيمان بالله عز وجل. أما الماتريدية، وهو الذي يقرره الشيخ رحمه الله بأن المعرفة واجبة عقلا، ويستدل على ذلك بهذه الآية ونظرائها، قال: آيات لقوم يعقلون. فيكفي للإنسان أن يوجد عنده عقل حتى أن يكلف بأصل الإيمان، أن يكلف بأصل الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل، بأصل وجود الصانع وبكمالاته التي يتوصل إليها من خلال التفكر والتدبر. أما الشرائع فبالإجماع بين الأشاعرة والماتريدية بأنها تجب بالشرع، لا يستطيع أن ينفرد العقل بالاستدلال عليها.
فالشيخ يقول: وفيه في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون إبطال لقول من زعم أنه إنما يعرف الله تعالى بالخبر، وأنه لا حظ للعقول في الوصول إلى معرفة الله تعالى. فأما دلالة السماوات والأرض على الله، الآن سيبدأ لنا يذكر كل مذكور من المذكورات في هذه الآية كيف يستدل بها على وجود الصانع، أنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في الآخره. الآن سيبين لنا كيف يستدل على وجود الصانع من خلال السماء والأرض. قال: فأما دلالة السماوات والأرض على الله فهو قيام السماء فوقنا على غير عمد مع عظمها. طبعا قيام السماء مر معنا في التفسير أن للعلماء في ذلك قولان: هل السماء قائمة على أعمدة أو غير قائمة على أعمدة؟ بعض العلماء قال السماء قائمة بدون أعمدة من غير عمد ترونها، بعضهم قال لا، الآية تثبت الأعمدة ولكننا لا نرى تلك الأعمدة. فللعلماء قولان: قول بأن السماء موجودة بدون أعمدة، وقول بأنها موجودة متكئة على أعمدة إلا أننا لا نرى تلك الأعمدة. فالشيخ الآن يعتمد القول بأن السماء موجودة مبنية بدون أعمدة مستقرة فوقنا بدون بناء ولكن بدون أعمدة، من الذي حملها؟ قال: فهو قيام السماء فوقنا على غير عمد مع عظمها ساكنة غير زائلة، وكذلك الأرض تحتنا مع عظمها، فقد علمنا أن لكل واحد منهما منتهى من حيث كان موجودا في وقت واحد محتملا للزيادة والنقصان، وعلمنا لاحظ علمنا أن لكل واحد منهما من السماء والأرض منتهى من حيث كان موجودا في وقت واحد يحتمل للزيادة ويحتمل للنقصان، لأنه ما من موجود حادث إلا وهو يحتمل الزيادة والنقصان. وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ تماما لا يحتاج إلى إقامة دليل على ذلك. وعلمنا أنه لو اجتمع الخلق على إقامة حجر في الهواء من غير علاقة، من دون أن يكون معلق مربوط بخيط أو بحبل ولا عمد تحته يمسكه، من غير علاقة ولا عمد لما قدروا عليه. لو اجتمع الخلق كله، تأتي أنت الآن بحجر تتركه هذا دون أن يهبط، هذا يستحيل. فعلمنا أن مقيما أقام السماء على غير عمد، والأرض أقام الأرض على غير قرار، لأن الأرض كما تعلمون أحبابنا هي موجودة في الفضاء معلقة، أو نقول معلقة، هي تسبح في الفضاء الأرض. من الذي أمسك الأرض؟ من الذي أمسك الشمس؟ من الذي أمسك القمر؟ من الذي أمسك باقي الكواكب والنجوم؟ هي غير مربوطة وغير معلقة وغير معتمدة على شيء، لا بد أن يكون لها ممسك وأن يكون لها مقيم. فدل ذلك على وجود الباري تعالى الخالق لهما، ودل أيضا على أنه على أن الخالق لهما لا يشبه الأجسام، وأنه قادر لا يعجزه شيء، إذ كانت الأجسام
لا تقدر على مثل ذلك، وهذا بالاستقراء، نحن ما رأينا جسما يقدر على فعل شيء من هذا، كما قال لو اجتمع الخلق كلهم على أن يدعوا حجرا ماكثا في الهواء دون علاقة ولا عمد تحته ما استطاعوا. وإذا صح ذلك ثبت أنه أن الصانع للسماء والأرض قادر على اختراع الأجسام، إذ ليس اختراع الأجسام واختراع الأجرام بأبعد في العقول والأوهام من إقامتها مع عظمها وكثافتها على غير قرار وعمد. ومن جهة أخرى تدل يعني السماء والأرض على حدوث هذه الأجسام، ومن جهة أخرى تدل على حدوث هذه الأجسام، وهي امتناع جواز تعريها من الأعراض المتضادة، وهي امتناع جواز خلوبها، جواز خلوبها من الأعراض المتضادة، يعني من القيام العرض يضاد هذه الأعراض المتضادة، تقوم فيها الأعراض المتضادة. قالوا من جهة أخرى تدل على حدوث هذه الأجسام، هناك جهة أخرى تدل على أن هذه الأجسام حادثة، وهي امتناع جواز خلوبها من الأعراض المتضادة. ومعلوم أن هذه الأعراض، يعني لا يستحيل أن يوجد جسم من هذه الأجسام وهو خال من هذه الأعراض المتضادة، قيام وقعود، حركة وسكون، هذه أعراض متضادة وهي يستحيل أن تخلو منها، والأعراض حادثة. ومعلوم أن هذه الأعراض محدثة لوجود كل واحد منها بعد أن لم يكن، الحركة الآن اليد ساكنة والسكون عرض، والآن وجدت الحركة، فهذه الحركة إذن حادثة لأنها وجدت من بعد عدم. قال وما لم يوجد قبل المحدث فهو محدث، فصح بعد ذلك حدوث هذه الأجسام. إذن الدليل على أن هذه الأجسام محدثة استحالة خلوبها من الأعراض المتضادة، والأعراض حادثة، والذي يدل على حدوث الأعراض المشاهدة، انتقالها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، لأن العقلاء استدلوا على الحدوث بالتغير، استدلوا على الحدوث بالتغير، كل متغير حادث، والانتقال من حركة إلى سكون ومن سكون إلى حركة ومن وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود هذا تغير، وهذا دليل الحدوث. والانتقال من مكان إلى مكان كذلك هذا تغير، وهذا دليل الحدوث، إلى غير ذلك. فصح بذلك حدوث هذه الأجسام، والمحدث يقتضي محدثا، المحدث يلزم أن يكون هناك محدث أحدثه، كاقتضاء البناء للباني والكتابة للكاتب والتأثير للمؤثر. فثبت بذلك أن السماوات والأرض وما بينهما من آيات الله دالة عليه، هذا بعمل قليل من العقل لمن أراد أن يعمل عقله. وأما دلالة اختلاف الليل والنهار على الله، على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن جهة أن كل واحد منهما حادث بعد الآخر، كما قلنا قبل قليل الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود دليل الحدوث.
قال والمحدث يقتضي محدثا، فدل ذلك على محدثيهما وأنه لا يشبههما، أن هذا المحدث لا يشبه المحدث الذي هو الليل والنهار والذي هو السماء والأرض أيضا، فدل ذلك على محدثيهما وأنه لا يشبههما. ما هو الدليل على أن المحدث لا يشبه المحدث؟ انتبه اسمع الآن، إذ كل فاعل غير مشبه لفعله، هذه قاعدة مهما حاولت إبطالها لن تجد إلى ذلك سبيلا. كل فاعل غير مشبه لفعله، أنت الآن يصدر منك أفعال لا حصر لها، يستحيل أن يكون فعل من أفعالك هو مثيل لك، هو مثيل لك. ألا ترى أن الباني لا يشبه بناءه، والكاتب لا يشبه كتابته، ومن جهة أخرى أنه لو أشبهه لجرى عليه، لو أن المحدث أشبه الحادثة، لجرى على المحدث ما يجري عليه على المحدث من دلالة الحدوث، فكان لا يكون هو أولى بالحدوث من محدثه. ولما صح أن محدث الأجسام والليل والنهار قديم صح أنه لا يشبهها، لذلك قال العلماء أحبابنا القدم هو نستطيع أن نجعله أساس الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى. القدم، بمجرد ما أثبتنا القدم أو أدركنا اتصاف الله بالقدم أدركنا بأنه متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، لأن القدم لا يكون إلا لواجب الوجود المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقصان، لذلك حكم العقلاء بأن القديم واحد لا ثاني له. قال ولما صح أن محدث الأجسام والليل والنهار قديم، ولما صح أن محدث الأجسام والليل والنهار قديم صح أنه لا يشبهها لأنها حوادث ليست قديمة، وهي تدل على أن محدثها قادر، طبعا لاستحالة وجود الفعل إلا من قادر. لاحظ الأول شيء، استدللنا نحن على بوجود السماء والأرض والليل والنهار وغير ذلك على وجود الصانع، تمام، واستدللنا على أنه قديم، واستدللنا على بوجودها على أنه قادر، ويستدل بوجودها على كونه عالما وعلى كونه حكيما، لأن هذا الإتقان الموجود لا يكون إلا من عالم، وسيأتي معنا. يعني الآن بحث رائع جدا في تحريك وإنهاض العقول لعبادة التفكر في آيات الله عز وجل. ما من شيء حولي وحولك إلا وفيه آيات، يعني آيات ينبغي علينا أن نتنبه لها وأن نتفكر بها لتزداد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، فتقوى العلاقة بيننا وبين الله، تقوى الصلة، يقوى إقبالنا على الله سبحانه وتعالى، ويتحرك الحب تجاه هذا الخالق العظيم الذي سبحان الله يعني يضعف في قلوب كثير من الناس.
نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الله. ويدل أن محدثها حي لاستحالة وجود الفعل إلا من قادر حي، ويدل أيضا على أنه عالم لأن لاستحالة الفعل المحكم المتقن إلا من عالم به قبل إحداثه، لا بد أن يكون عالما به قبل إحداثه جل جلال الله. ولما كان اختلاف الليل والنهار، إذن الله عز وجل، الله عز وجل أوجدنا بعد علمه بنا. لاحظوا أحبابنا هذا الكلام، كلام كذلك دقيق. الله يرضى عن الشيخ المؤلف رحمه الله، والله يحرك عقولنا الآن. لاحظ، قال الله لا إله إلا الله. ويدل أيضا على أنه عالم لاستحالة الفعل المحكم المتقن إلا من عالم به قبل إحداثه. إذا أدركنا هذا أن الله يوجد الأشياء بعد العلم بها، إذن الله جل وعلا أوجدني أنا بعد علمه بي، لاحظ، بعد علمه بي وعلمه بما سيصدر مني، وبعلمه بعد علمه بجميع قراراتي وجميع أفعالي وجميع اتخاذاتي، كل شيء متعلق بي، وخلقني سبحانه وتعالى، فخلقني جل وعلا على وفق علمه بي. والعلم كما تعلمون ليس من صفات التأثير، فبعد ذلك لا نقول الإنسان مجبر، تمام، لأن الله خلقك بما علم أنك ستختار، ولم يؤثر في اختياراتك سبحانه وتعالى، وهو قادر على ذلك، ولكن حكمته اقتضت ألا يعني يتدخل في قراراتك أنت جل جلال الله. قال ولما كان اختلاف الليل والنهار جاريا على منهاج واحد لا يختلف في كل سقع في الطول والقصر، أزمان السنة، من 100 سنة، من 1000 سنة، الليل والنهار واحد لا يختلف في جميع الدنيا، ما اختلف ولا زاد ولا نقص، أزمان السنة على المقدار الذي عرف منها منهما الزيادة والنقصان، النهار في الصيف يكون قصيرا طويلا، وفي النهار في الشتاء يكون قصيرا، وهذا في كل سنة منذ زمان، منذ أن خلق الله الليل والنهار، دل على أن مخترعهما قادر على ذلك، عالم، إذ لو لم يكن قادرا لم يوجد منه الفعل، ولو لم يكن عالما لم يكن فعله متقنا منتظما، متقن ومنتظم، ما فيه خلل، ما فيه عشوائية أبدا سبحانه وتعالى. وأما دلالة الفلك التي تجري في البحر على توحيد الله، لاحظ، تقف أنت هكذا من بعيد وترى باخرة، سفينة كبيرة تحمل بوارج، تنظر تتأمل من الذي حملها على الماء، فمن جهة أنه معلوم أن الأجسام لو اجتمعت على أن تحدث مثل هذا الجسم الرقيق يعني الماء، فمن جهة أنه معلوم أن الأجسام يعني أنا وأنت اجتمعت جميع الأجسام على أن تحدث، أن تخلق من العدم مثل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك، لاحظ، يعني عجيب، ما يحمل أطنان
آلاف مؤلفة، هذا الماء رقيق سيال يسيل هكذا غير متماسك، ذراته متفككة. على الرغم من ذلك يحمل الأطنان والأوزان الهائلة، كيف هذا يكون؟ قال: على أن تحدث مثل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك، وعلى أن تجري الرياح، وعلى أن تجري الرياح المجرية للفلك لما قدرت، وعلى أن تجري الرياح، نعم تجري الأجسام، يعني اجتمعت الأجسام، على أن تجري الرياح، أن تجعل الرياح تجري، وعلى أن تجري الرياح المجرية للفلك لما قدرت تلك الأجسام المجتمعة، لما قدرت على ذلك. ولو سكنت الرياح بقيت راكدة على ظهر الماء، بقيت تلك السفن راكدة واقفة، لا سبيل لأحد من المخلوقين إلى إجرائها وإزالتها، كما قال الله تعالى في موضع آخر: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ففي تسخير الله تعالى الماء لحمل السفن، وتسخيره الرياح لإجراء هذه السفن، أعظم الدلائل على إثبات توحيد الله تعالى القديم القادر العالم الحي الذي لا شبه له ولا نظير، إذ كانت الأجسام لا تقدر على ذلك. لاحظ لما قال لك الشيخ يعني يكتب، ويعني بأسلوب رائع جدا صراحة، قال يكتب ويستدل، يذكر ويستدل مباشرة، قال لإجرائها، قال أعظم. ففي تسخير الله تعالى الماء لحمل السفن وتسخيره الرياح لإجرائها، هذا فيه أعظم الدلائل على إثبات توحيد الله تعالى القديم القادر العالم الحي الذي لا شبه له ولا نظير. ليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال: إذ كانت الأجسام لا تقدر عليه، لأن الأجسام مجتمعة لا تقدر على هذا الفعل الواحد فقط من الأفعال، فهذا دليل عجز الأجسام على مدى العصور ومر الدهور، عجزها عن هذا الفعل دليل على وجود الصانع العالم القديم القادر الحي الحكيم العليم جل جلال الله. فسخر الله الماء لحمل السفن على ظهره، وسخر يعني أنت الآن تخيل أن تجد نملة تحمل فيلا، كيف نملة تحمل فيل؟ وهذا الماء الرقيق تأخذ الماء تفعل بيدك هكذا، طيب كيف يحمل هذه السفن؟ قال: فسخر الله الماء لحمل السفن على ظهره، وسخر الرياح لإجرائها ونقلها لمنافع خلقه، ونبههم على توحيده وعظم نعمته، واستدعى جلب وطلب منهم النظر فيها، يعني ما خلقت لك هذه الأشياء وخلقت فيك آلة التفكر والتدبر لتعطل هذه الآلة العظيمة آلة التفكر العقل، ثم تقول بعد ذلك: أنا والله إيش ما استطع، ما أحد بلغني بأن هناك إله ينبغي علي أن أؤمن به، كيف هذا؟ كل هذه الرسل من حولك، كل هذه الرسل من حولك، السماء والكواكب والأرض، ويذكر لنا هذه الآية، كل هذه رسل إليك، ما حركت فيك عقلا؟ ما حركت فيك فكرا؟
يجعلك تتوجه إلى الخالق القادر الحي العليم الحكيم جل جلاله؟ قال واستدعى منها النظر فيها ليعلموا أن خالقهم قد أنعم بها فيشكروه على نعمه ويستحق به الثواب الدائم في دار السلام. قال أبو بكر رحمه الله وأما دلالة إنزاله الماء على توحيده، لاحظ يذكر لنا كل مسألة ويبين لنا بأنها تدل على التوحيد، على أن الصانع واحد لا شريك له. وأما دلالة إنزال الماء على توحيده فمن قبل أنه أن الله جل وعلا قد علم، لا عفوا، فمن قبل أنه قد علم كل عاقل أن من شأن الماء النزول والسيلان. يعني أنت الآن إذا فتحت حنفية الماء كيف ينزل الماء؟ ينزل بشكل متصل بعضه ببعض لمجرد ما فتحت أنت الحنفية الماء. طيب هذا الماء النازل من السماء كيف ينزل؟ هل ينزل على شكل متصل أم على شكل قطرات؟ انظر لهذه اللفتة العظيمة من المؤلف رحمه الله. الماء ينزل على شكل قطرات ولا ينزل بشكل متصل كما هو فتح ماء الصنبور وماء النهر وماء السيل وماء الشلال، وإنما ينزل من السماء متقاطرا. ليه؟ هذا نزوله متقاطرا دليل على القدرة، دليل على الحكمة، دليل على العلم. لاحظ الآن، الله لا إله إلا الله. قال أن من شأن الماء النزول والسيلان، وأنه غير جائز ارتفاع الماء من سفل، من سفل، لاحظ كما كان استدلال آخر، لا يجوز أن يصعد الماء من أسفل إلى أعلى إلا بفعل فاعل، إلا بفعل فاعل. قال وأنه غير جائز ارتفاع الماء من سفل إلى علو إلا بجاعل يجعله كذلك. قال فلا يخلو الماء الموجود في السماء من أحد المعنيين، الماء الذي في السماء ينزل من فوق لتحت ويصعد من تحت إلى فوق. القرآن يقول والسماء ذات الرجع، جاء في تفسيرها أو في أحد تفاسيرها السماء الذي تسترجع الماء الذي أنزلته، وذلك عن طريق التبخر، تأتي الشمس يتبخر الماء فيصعد إلى السماء فيتجمع على شكل غيم. من الذي أصعد هذا البخار؟ الماء من شأنه أن ينزل من فوق لتحت، ولا يمكن أن يصعد من تحت إلى فوق إلا بفعل فاعل. من الذي أصعده سبحانه هذا الماء إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أصعده؟ قال فلا يخلو الماء الموجود في السحاب من أحد معنيين، إما أن يكون محدث أحدثه هناك في السحاب كن فيكون، أوجده في السماء في السحاب، أو رفعه من معادنه من مكان وجوده من الأرض والبحار إلى هناك إلى السحاب إلى السماء. وأيهما كان، أيا كان، سواء كان وجد في السحاب أو رفع من الأرض إلى السماء، فدل ذلك على إثبات الواحد القديم الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم إمساكه، لاحظ، إمساك الماء في السماء غير سائل منه. أنت الآن معك ماء، اسكبه، هل تستطيع أن تجعل هذا الماء واقفا هكذا؟ يستحيل لو اجتمع الخلق كلهم، لا بد أن يمسكه ماسك.
الماء الآن موجود في السماء، ماء ثقيل كالجبال موجود في السماء، من الذي يمسكه؟ الله العالم القدير. يعني نظرة منك هكذا في السحاب في السماء، واترك لعقلك أن يبحر، أن يبحر يتفكر في هذه الآية من عدد لا حصر له من الآيات. ولكن سبحان الله، يعني عطل الناس الفكر، عطل أن ينظرون دون أن يتفكروا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال: ثم إمساكه في السحاب غير سائل منه حتى ينقله، يحمله من موضع إلى موضع حتى ينقله إلى المواضع التي يريدها بالرياح المسخرة لنقله فيه، أدل دليل على توحيده وقدرته. فجعل السحاب مركبا للماء والرياح، يعني وجعل الرياح مركبا للسحاب. الله، شو انظر هذا التعبير الجميل. السحاب هو عبارة عن سيارة عربية للماء، صهريج يحمل الماء، والرياح هي عبارة عن عربية للسحاب. الله. قال: والرياح فجعلوا السحاب مركبا للماء والرياح مركبا للسحاب حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقه. يعني هذا الماء الذي يخرج الآن من هذه المنطقة يصعد، لا يرجع إلى نفس المنطقة، يذهب به إلى مكان آخر أحوج، يصب هناك في مكان آخر. جل جلال الله. حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقه، كما قال الله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ثم أنزل ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتقي واحدة مع صاحبتها في الجو. لا، الآن أنظر الآن هذا البيان الجميل. قال: ثم أنزل ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتقي واحدة مع صاحبتها في الجو مع تحريك الرياح لها حتى تنزل كل قطرة على حيالها لوحدها إلى موضعها من الأرض، ولولا أن مدبرا حكيما عالما قادرا دبره، دبر الماء ونزوله على هذا النحو وقدره بهذا الضرب بهذا الشكل بهذا النوع من التقدير، كيف كان يجوز أن يوجد نزول الماء في السحاب مع كثرته وهو الذي تسيل منه السيول العظام على هذا النظام والترتيب؟ لو لم يكن الماء ينزل على شكل قطرات، ولو سال نزل الماء سيالا، لما نبت نبات ولما وجد كائن على وجه الأرض. قال: ولو اجتمع القطر في الجو وأتلف، اجتمعت كل قطرة مع أختها وصارت كالخيط، كما تفتح الحنفية يعني وينزل الماء. ولو اجتمع القطر في الجو وأتلف لقد كان يكون نزولها مثل السيول المجتمعة منها بعد نزولها إلى الأرض، فيؤدي إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ما على الأرض من شجر وحيوان ونبات، وكان يكون كما وصف الله تعالى من حال الطوفان في نزول الماء من السماء في قوله تعالى: ففتحنا، الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. سيول ليس قطرات،
ليس أمطار، سيول من السماء تنزل، كل قطرة ارتبطت بأختها فشكلت سيولا جارفة جل جلال الله. فيقال إنه كان صبا كنحو السيول الجارية في الأرض. ففي إنشاء الله تعالى السحاب في الجو وخلق الماء فيه وتصريفه من موضع نقله من موضع إلى موضع أدل دليل على توحيده سبحانه وتعالى وقدرته. كيف أدل دليل على توحيده؟ يعني هذا السحاب لو كان في عنا إلهين، واحد يريد أن يذهبه إلى الشرق والآخر يذهبه إلى الغرب، سيبقى السحاب واقفا في مكانه لن يجري. واحد يريده أن ينزله صبا، وواحد يريد أن ينزله قطرات، لن ينزل منه شيء، وهكذا. أدل دليلا على توحيده وقدرته، وأنه جل جلال الله ليس بجسم ولا مشبه للأجسام، إذ الأجسام لا يمكنها فعل ذلك ولا ترومه ولا تقصد أصلا، لا تفكر أن تفعل هذا الفعل لأنها تعلم عجزها عن ذلك ولا تطمع فيه. وأما دلالة إحياء الله الأرض بعد موتها على توحيده فهي من جهة أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على إحياء شيء منها لما قدروا عليه، ولما أمكنهم إنبات شيء من النبات فيها. فإحياء الله تعالى الأرض بالماء وإنباته أنواع النبات فيها التي قد علمنا يقينا ومشاهدة أنه لم يكن فيها شيء منه، ثم كل شيء من النبات لو فكرت فيه على حياله لوحده لوجدته دالا على أنه من صنع صانع حكيم قادر. كل نوع من أنواع النبات أخذت وتفكر فيه، إذا أخذت حبة الرمان، إذا أخذت حبة الطماطم البندورة، أخذتها هكذا وقطعتها ونظرت إليها من الداخل، أخذت حبة التفاح، حبة التين وقسمتها ونظرت إليها من الداخل، لو أنك تأملت في الرحلة التي منذ وضع البذرة في الأرض إلى أن تأتي هذه الثمرة، لو تأملت في هذه الرحلة الطويلة، ولو تأملت أن نباتات تنبت خلال شهر، وأن نباتات تحتاج إلى سنة، وأن نباتات تحتاج إلى 5 سنوات، من الذي خصص هذه بـ5 وهذه بـ سنة وهذه بـ3 أيام؟ في عنا نباتات بـ2 3 تنبت، كثير من الخضروات تحتاج إلى 2 3 وتنبت، من الذي خصص هذه بـ3 أيام وهذه بـ شهر وهذه بـ سنة وهذه بـ5 سنوات؟ من سبحانه وتعالى جل جلال الله. قال الله لا إله إلا الله. ثم كل شيء من النبات لو فكرت فيه على حياله لوجدته دالا على أنه من صنع صانع حكيم قادر عالم بما قدره عليه من ترتيب أجزائه ونظمها على غاية الإحكام، من أدل الدليل على أن خالق الجميع واحد، وأنه قادر عالم، وأنه ليس من فعل الطبيعة على ما يدعيه الملحدون في آيات الله تعالى. إذ الماء النازل من السماء على طبيعة واحدة، وكذلك أجزاء الأرض والهواء، ويخرج منه أنواع النبات والأزهار والأشجار المثمرة والفواكه المختلفة الطعوم والألوان والأشكال. فلو كان ذلك
من فعل الطبيعة. لاحظوا أحبابنا، لو كانت هذه الأفعال المتنوعة كلها من فعل الطبيعة لوجب أن يتفق موجبها. لو كان الفعل هذه الأفعال المتعددة من فعل الطبيعة لوجب أن يتفق أثرها، لوجب أن يتفق موجبها، لوجب أن يتفق أثرها. إذ المتفق لا يوجب المختلف، فدل ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أنواعه وطعومه وألوانه. يعني الأرض نفسها، الأرض نفسها تضع فيها بذرة وتسقيها بنفس الماء، نفس الماء ونفس الأرض ينتج ثمارا مختلفة، فدل ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أنواعه وطعومه وألوانه رزقا للعباد، ودلالة لهم على صنعه ونعمه سبحانه وتعالى. وأما دلالة ما بث فيها في الأرض من دابة على توحيده، يعني هذه الدواب المنتشرة في الأرض لو تأملت فيها لأوصلك هذا التأمل إلى وجود الصانع وعلى أنه واحد أيضا، فهي كذلك في الدلالة أيضا في اختلاف أنواعها، إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هي الحيوانات. لما قال الحيوانات تشمل الإنسان وغيره، قال إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هي المحدثة لأنفسها. ليه؟ قال لأنها، ما هو الدليل على أنه يستحيل أن تكون الحيوانات أحدثت نفسها؟ ليه؟ قال لأنها لا تخلو من أن تكون أحدثتها، من أن تكون هذه الحيوانات أحدثت أنفسها، لا تخلو من أن تكون قد أحدثت أنفسها حالة كونها موجودة، أو أحدثت أنفسها حالة كونها معدومة. فإن أوجدت أنفسها حالة كونها محدثة هذا تحصيل الحاصل وهذا مستحيل، وإن أوجدت أنفسها حالة كونها منعدمة باتفاق العقلاء المعدوم لا يوجد، فلا بد لها من محدث. لاحظ هذا الكلام ما أجمله، قال لأنها لا تخلو من أن تكون، يعني هذه الحيوانات أحدثت أنفسها وهي يعني حالة كونها موجودة أو معدومة، وهي موجودة أو معدومة. فإن كانت موجودة يعني أوجدت أنفسها حالة كونها موجودة، فوجودها قد أغنى عن إحداثها فهذا تحصيل حاصل، وإن كانت معدومة فإنه يستحيل إيجاد الفعل من المعدوم، المعدوم لا يوجد شيئا. يعني تخيل ابنك الذي لم يوجد أنجب ولدا، تقول هذا كلام هبل، كلام جنان هذا الكلام. قال فإن كانت قالوا ومع ذلك فقد علمنا أنها بعد وجود هذه الحيوانات غير قادرة. لاحظ، على الرغم من ذلك الآن عندنا يقين أن هذه الحيوانات الموجودة بعد وجودها عاجزة عن إيجاد شيء نظيرها. انت تأمل الآن كلام الشيخ، قال فقد علمنا أنها بعد وجودها غير قادرة على اختراع الأجسام
وإنشاء الأجرام، فهي في حال عدمها أحرى ألا تكون قادرة عليه. وأيضا فإنه لا يقدر أحد من الحيوان على الزيادة في أجزائه، يعني أنت لو كنت المحدث لنفسك لكنت قادرا الآن على أن تجعل لك يدا ثالثة، كما أحدثت يدين أحدث اليد الثالثة، كما أحدثت نفسك بأذنين أحدث الآن 4 آذان، لن تستطيع. فهذا عجزك عن إحداث زيادة فيك الآن دليل على أنك أنت لم تحدث نفسك. هذا ما أراده الشيخ. قال: وأيضا فإنه لا يقدر أحد من الحيوان على الزيادة في أجزائه، فهو بنفي القدرة على إحداثه فهو ينفي القدرة على إحداث جميعه أو لا. فثبت أن المحدث لها للحيوانات كلها هو القادر الحكيم الذي لا يشبهه شيء، ولو كان محدث هذه الحيوانات مشبها لها من وجه لكان حكمه حكمها، لكان حكمه حكمها في امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام. قال: وأما دلالة تصريف الرياح على توحيده سبحانه فهي أن الخلق لو اجتمعوا على تصريفها لما قدروا عليها. والآن في هذا الزمان الذي يتباهى العالم بما وصلوا إليه من علم ومعرفة وقدرة على الأرض وسيطرة عليها وتجبر عليها، عندما تأتي الأعاصير والرياح لا يستطيع واحد منهم أن يقف في وجهها أو أن يتحكم بمسارها. قال: معلوم أن تصريفها تارة جنوبا وتارة شمالا وتارة صبا وتارة دبورا محدث، هذا كله محدث. فعلمنا أن المحدث لتصريفها هو القادر الذي لا شبه له، إذ كان معلوما استحالة إحداث ذلك من المخلوقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: الآن سيأتي بعرض سريع لما تقدم ومقارن نوعا ما لما تقدم، نقف هنا. قال: فهذه دلائل قد نبه الله تعالى العقلاء عليها وأمرهم بالاستدلال بها. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.